هم يعتبرون الإيرانيين يعتبرون أن العراق المحافظة أو المساحة الخلفية لهم ليصدروا أزماتهم الداخلية إلى العراق. وأعتقد اليوم نتأمل خيرا حتى نكون منصفين في طروحاتنا، نتأمل خيرا بهذه الحكومة الفتية، عسى أن تكون الزيارة يوم غد للسيد السوداني إلى طهران، عسى أن تكفر، وهذه أمنية العراقيين، ونتمنى أن تكفر من نتائج موثقة ومكتوبة ومعاهدات تحد من تلك التهديدات. نعم طيب سياسيا كيف يمكن أن تؤثر التجاوزات الإيرانية على سير عمل حكومة السوداني؟ يعني كيف لرئيس الوزراء أن يحتوي هذا التصعيد؟ مثل ما سلفت لحضرتك قلت لك أنه هذا التصعيد وهو من الجانب الإيراني للإيرانيين يعتبرون أن حكومة الإطار هم من الذين بادروا في تشكيلها وباركوا كيف للسوداني أن يحتوي هذا؟